مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك ياسر نور الدين. ياسر تحياتي لك. يعني كنا نتحدث مع رامي من واشنطن بأن هناك ترقب أمريكي، إلى أي مدى أيضا ترى في دوائر صنع القرار الأمريكية وأنت الآن متواجد في نيويورك أن هناك ترقب أمريكي من حدوث هذا الهجوم الإيراني؟ خالص التحية لك عمرو ولسادة المشاهدين. الترقب مستمر وهناك تحذير من الإدارة الأمريكية لإيران، إن كان هذا التحذير بعيد بعض الشيء، حيث أن هناك تحذير من البيت الأبيض إلى إيران بأنها تعلم الإدارة الأمريكية بأنها سوف ترسل صواريخ باليستية إلى روسيا، ولكن لنقل أن هذا هو في نفس النطاق. مسألة الترصد الأمريكي لإيران هي مسألة قديمة للغاية. أيضا تماشيا مع هذه الحرب، غدا هناك جلسة هامة في مجلس الأمن عمرو. هذه الجلسة كانت هي طارئة طلبت بها دولة الجزائر، الدولة العربية الوحيدة، وإن كانت هذه الجلسة خاصة بالهجوم على مدرسة التابعين، إلا أن الأحداث الجارية والبيان الذي صدر من حماس عن مقتل أحد المحتجزين وإصابة اثنين آخرين سوف يجعل هذا الأمر أيضا محط الحديث عنه ولوم كبير وإدانة من الولايات المتحدة الأمريكية. القضية معروفة سلفا عمرو بالنسبة للإدارة الأمريكية، هي تلقي التهم على حماس وأنها مسؤولية كاملة، وتعطي الفرصة إلى إسرائيل أن تذهب بعيدا في هذه الحرب. يعني لكن الإدارة الأمريكية بعد هذا التصعيد تريد في 15 أيضا من هذا الشهر أن تصل لهدنة وإيقاف لهذه الحرب التي نادى يعني الإدارة المصرية قالت في منذ شهور بأن سوف يكون هناك ردات فعل يعني قوية للغاية في الشرق الأوسط، وحذرت العالم بأسره من مغبة أن تندفع إسرائيل في هذه الحرب، إلا أن البيان الذي صدر مؤخرا عن مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر قد يوشي ببعض الأمل في التهدئة في 15 من هذا الشهر، خصوصا بأن الصحف الأمريكية عمرو قد يعني تحدثت بأن قطر قد تحدثت للإدارة الأمريكية وقالت بأن هناك بعض المسؤولين من حماس سوف يكونون في هذا الاجتماع الذي يعقد عليه الأمل الكبير، حتى أن كاميلا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن قد تحدثت أمام جمع من الناخبين في أريزونا وقالت بأنها تتابع عن كثب وأنها تريد هي والرئيس جو بايدن إنهاء هذه الحرب عندما اعترضها بعض المتظاهرين وقالوا أنهم لن يعطوا أصواتهم للإبادة الجماعية. طيب أشكرك ياسر نور الدين مراسلنا في نيويورك.